المدرسة، لكن أيضا أمام مقر اللجان هناك الكثيرون ومن كل الأعمار السنية، الشباب والرجال والسيدات ويمكن كبار السن، وحتى معنا هذه المواطنة. حضرتك عندك كم سنة؟ عندي 77. ما شاء الله ربنا يدي حضرتك الصحة. أصريتي وأنت في هذه الحالة أنك تيجي وتطلعي وتدلي بصوتك بالانتخابات ليه؟ عشان البلد تتصلح ويبقى الناس كويسة مع بعض وربنا يهدي الحال. تتمني ايه من الرئيس القادم ان شاء الله؟ اتمنى كل خير وكل يبعد عننا الشر ويتمنى كل خير. وحضرتك؟ السلام عليكم يا باشا. انا عندي 62 سنة واتمنى ان شاء الله ربنا يهدي الحال ويهدي مصر يا رب، ننصر مصر من الشر من كل سوء يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. شكرا.